مرحبا بكم في فيديو جديدة. السمانة هذه راح نحكيو على أسماء الولايات الجزائرية ونعرفوا يعني بالضبط المعنى تاعهم. كاين بزاف من الجزائريين اللي بداو أكثر وأكثر حابين يكتشفوا بلادهم، وخاصة السنة كي عاد مقدروش نفواياجي واياغ، محبوسين هنا في الجزائر. وجينيرالمون كي نوصلوا الولاية أول حاجة نشوفوها هي البلاكة تاع اسمها. حبيت اليوم نحكيو على أسامي بعض الولايات هكا خفافي وحنتعمق خاصة فيما يخص حكاية قسنطينة وباتنا، كعاد هادو هما الولايات لينا. أغلبية أسامي تاع الولايات الجزائرية جايين من الأمازيغية، وكاين اللي اسم الأصول تاعهم ترجع حتى من الفترة الفينيقية. كاين بيان سور اللي صارت فيها تغييرات تاع النطق، لأنه مع كل الاحتلالات اللي صارت ويداولوا الحضارات اتسيتيرا، كل مرة قادر يموديفيو فيها شوية. بصح الأغلبية تاع الولايات اسمهم جاي من الأمازيغية، واليوم حابة نحكيو على واحد منهم. أول ولاية حين نحكيو عليهم والأسهل فيهم أضرار. أضرار ولاية نوميرو 1، معناها الجبل بالأمازيغية. سهلة مهلة. ثاني ولاية حين نحكيو عليها هي تيبازا. تيبازا بقى الاسم الفينيقي تاعها كيما راهو، ومعناه الممر، سما لو باساج. علاه؟ لأنها كانت تربط، مازالت داير، لأنها تربط ما بين إيكوزيوم اللي هي دزاير وإيول اللي هي شرشال. ثالثا نقدروا نهضروا تاني على سوق أهراس. سوق أهراس متكونة من سوق اللي هو السوق، وأهراس اللي معناها بالشوية تاع المنطقة هذيك الأسد الصيد. علاه؟ لأنه في المنطقة هذيك حتى 1930 كان قاردو خلاص، كانوا كاين بزاف صيودال تما، هذيك سموها سوق أهراس، سوق الأسد. كاينة ثاني ولاية خنشلة اللي هدرت عليها في فيديو، تقدروا تروحوا تشوفوها، راني نحطها لكم هنا في الإي. من الولايات الثانية اللي نشتيهم كاينة قالما اللي جاية من اسم كالاما. الوغ قال ما فيها واحد الحكايه اللي قال لك باللي جايه من القا الماء، كي عاد هذيك المنطقه فيها الماء. نو، هذه خطا، لانه قال ما جايه من الاسم الاوريجينال تاعها اللي هو كالاما. وعلاه سموها كالاما؟ لانه كانت قبيله امازيغيه تما اسمهم كالاما، سيتو، ما عندهاش علاقه بالقا الماء. هذه سي انتربريتاسيون جديده اللي داروها. انا ان توكا انا مانيش متفاهمه معاها خلاص. نطرقوا دركا لسطيف. سطيف الاصل الفينيقي تاعها هو سيتيفيس، وسيتيفيس معناها الارض السوداء. الارض السوداء بمعناه الارض الخصبه، لانها منطقه الارض تاعها فيرتيل. نهضروا على قسنطينه. الو قسنطينه، من لي فيديو الاولين اللي درتهم نحكيت وين حكيت جوستومون على لا ستاتيو هذيك تاع كونستانتين اللي كاينه، تلقاوها منين لا غار. خلي لكم لا فيديو، روحوا تشوفوها تلقاو التفاصيل تاع الحكايه هذيك. هذه ليبوتيز تاع اسم قسنطينه جاي من الامبراطور القسطنطيني. قسطنطينة انزلاق تاع الطاد، كان بكري اسمها سيختا، من بعد كي عاونهم باش بناوها كي فان بغاف. راكم تشوفوا الحكايه هنا. هذه الحكايه بالنسبة للحوادث التاريخية سما لاباس، حكمة روحها. هادي اكسبليكاسيون، هذا شرح. كاينة اون هيبوتيز واحدة أخرى اللي نسمعها ديما، اللي يقولك باللي قسنطينة ماهيش جاية من قسطنطين، قسنطينة جاية من قصر طينة، ومن بعد صار انزلاق تاع الراء ولات النون والصاد ولات سين ولصقناهم في بعضهم. درك نحكي لكم حكايه قصر طينة هذه، على هنا مانيش متفاهمه معاها خلاص. هاد الحكايه كامل جبتها من هاد الكتاب، لقيت لكم فيه اسطوره قصر طينة. يروي الشيوخ بقسنطينة قصه وقعت قبل تاسيس المدينه وكانت مصدرا لتسميتها الحاليه، فقد حلت بها في العهود الغابره
ديجا نايكي بداو حكايه والعهود الغابره اسمها ديك تاع بكري. اعطيني فتره ما تقوليش انا بكري، مينيموم اعطيني ابوبخي. امراه تدعى تينا، سما قصر طينا ميش سما قصر تينا اوكي، واقامت على الصخر الذي يشكل قاعده هذه المدينه. كيقولك اقامت على الصخر الذي يشكل قاعده هذه المدينه معناها سما ما كان والو، كان عطيل، كان صخر، هي جات قعدت. منين جات ما على بالناش، وين رايحه ما على بالناش. بغاف سما السيخته هنايا ديجا السيخته ما تكزيستيش. كانت تعيش من الالبان ورفقه ولدها الشاب، دونك فقيره. وذات يوم حلت بالمكان عائله من البد والرحل واقامت بالجوار، وكانت العاده تقضي ان تضحي تينا بحيوان على شرف القادمين الجدد. لم تكن لدى تينا الا عنزه تتقوت منها هي وابنها، ولكنها ليست ملكا لها. جات قاعده توحدها ولات عندها عنزه ميش تحات من اونسيبا. بغاف بلغت حريتها قمتها، فاتصلت بجيرانها الجدد وقالت لهم افضل تقديم ولدي قربانا لكم على ان يحل العار بي. سي فري كي جينيرالمون كي ما تلقاش واش تمد للناس باش تحمر وجهك تمد ولادك. وكان رفض اضحيه تقليديه انتقاصا من العرف ومسبة عظيمة للأرملة الفقيرة. قال الجيران بالعرض، ما محبوش يبخصوها في وجهها، قالوا لها هاتي برك نقبلوا ولدك. قبل الجيران بالعرض، ولكنهم عوضا من ذبح الولد، سي تري جونتي ما ذبحوش، أخذوه من أمه وقاموا بتربيته. وحينما بلغ سن الرجولة تعرفت عليه تينا من علامة خاصة في جسده. شكرت تينا المحسنين إلى ولدها، استجاب الله دعاءها فمكن هؤلاء الأفاضل من تأسيس مدينة منحوها اسم قصر تينا، اعترافا بكرم المرأة الأرملة وتضحيتها، وهو الاسم الذي تحول فيما بعد إلى قسنطينة أو قسمطينة. هيك عاد قسنطينية كامل يقولوا قسمطينة ما يقولوش قسنطينة. عبر قلب معهود في جميع اللغات يحول الراء إلى نون نورمال أو ميم. وتقول الأسطورة أيضا أن الطفل بعد أن صباح رجلا تجعله. ثم الحكاية هذه كامل محاتلنا سيختا اللي هي عاصمة نوميديا بوبال. الحاجة أخرى تخليني ما نستعرفش بهذه الأسطورة، لأنه ابن خلدون يهدر على قسنطينة ويهدر على بلاصة أخرى اللي اسمها قصر طينة. قصر طينة هذه جاية اسمها دابخي وش يحكي هو جاية ماهيش بعيدة على سطيف، ما قريبة لسطيف. وقسنطينة بالكتيبة تاعها الحالية هدر عليها حوالي 200 مرة. أنا لا تيوري ولا ليبوتاز تاع قصر طينة، مع كل احترامات الناس اللي تدولوا في الحكاية هذه، بالنسبة لي أسطورة تري جولي نحكيوها لولاد صغار، بصح ما عندها حتى علاقة بالتسمية تاع قسمطينة. نوصلوا لباتنا. باتنا المدينة اللي نعرفوها حاليا، اسمها ماشي الولاية، المدينة تاع باتنا. فرنسا هما اللي بناوها في 1800 في الربعينات، في 1840 في الضواحي هادو. وكي بناوها بناوها على أساس مدينة عسكرية. أكبر مدينة اللي كانت في المنطقة هذيك كانت هي لامباز، اللي دركا يقولوا لها تزولت. دايوغ تزولت جايه من الشاويه فازولت اللي معناها الكحل، لانهم كانوا عندهم تما هذاك لو مينري اللي يديروا به الكحل معروفين. بون بغيف، ومع الاول كي جاوا يبنيو باتنا في هذيك المنطقه ما كان والو، فكانوا هكا شويه ديار في البلايص اللي دركا يعرفوهم الزماله. كانت تاني كشيده وكانت بوعقال. الباقي كامل بناوه فرنسا. دايوغ على هذيك كاين بزاف دي ريفيرونس، ان كومبمون ميليتير، كاين الحي تاع الكومب بارك افوراج، كاين لا كازيرن هذيك اللي في النص. بغيف كان اول اسم مدوه لهذيك المدينه اللي بناوها جديده الفرنسيس ماشي باتنا، كانوا حين يسميوها لا نوفيل لومباز. ومن بعد قالك ها نسميوها لا نوفيل تينغاد، ومن بعد باش ديسيداو يسميوها باتنا. كاينه
واحد ليبوتاز اللي يقولوا باللي باتنا جايه من باتايون انتي تيروريست نور افريكان باتنا ولا باتايون دي تيرايور نور افريكان. هادو لي دو تيوري غلطين. غلطين علاه؟ لانه اسم باتنا كاين فسما في لي زيكري الكتب قبل ما يجي الاستعمار الفرنسي. اسم على بالنا من كتابات باللي قبل ما تجي فرنسا هذيك المنطقه ديجا كانوا يسميوها باتنا. والافتراض انه قدر تجي من العربيه تاع بيتنا هنا، لانه المنطقه هذيك كانوا يحبسوا يديروا فيها البيفواك تاعهم كي يكونوا رايحين للجنوب، وتحولت بالنطق الشاوي باتنا. هادي سي اون هيبوتيز قريتها انا. ليبوتيز اللي تبان لي الاصح على هاد المنطقه واسمها باتنا، انه باتنا جايه من هبات نت اللي جايه من الشاويه بوطان. بوطان اللي معناها الماء المحقن، لو ستاغنونت. علاه؟ لانه كي تجيو تشوفوا المنطقه وين جايه باتنا دركا، جايه وتحيط بها الجبال تاع الاوراس، تسمى الي اونطوري. دونك كي تصب النو وتهبط مع الجبال سكي نورمال، دونك الماء وين يتلاقى، وين راح يحقن، وين راح يفاستاغني في باتنا. هذه انا تبان لي بلي ليبوتيز بروبابل. المعلومات اللي مديتها لكم كامل عندها المراجع، نخلي لكم المراراجع في ديسكريبسيون. ما تسمى مانيش انا نانفونتي فيها. هذه الفيديو درتها هكا خفيفه برك، لانه هاد لي ديتاي ملاح العبد يتولى لهم، وسورتو كي تعودوا تفواياجي. وهذه حاجه لانه تحكي لك ثاني من تاريخ هذيك البلاصه، تقدر تعرف على بزاف حوايج على هذيك البلاصه. ما تنساوش لو كان لو كونتوني هذا يعجبكم تخليوا تي بوز بلو وتابونيو. صافي توجور بليزير، وانا نقول لكم نتلاقاو تري بيانتو، وتهلاو في رواحكم.